باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نتابع يا أحبائي تأملاتنا في برنامج منهج حياة، كونوا رحماء فطوبى للرحماء، كونوا رحماء كما أن أباكم أيضا رحيم. تأملنا في كونوا رحماء، فالرحمة هي فيزة الدخول للملكوت الأبدي. في اليوم الأخير يا أحبائي، في يوم الدينونة، رب المجد هيقول تعالوا إلي يا مبارك أبي، دوس الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم، لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فآويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. نمرة 2، تأملنا أحبائي في كونوا رحماء ليس فقط بالإحسان بل بتنمية كل إنسان. ثالثا، تأملنا في كونوا رحماء بحب وفرح وسرور. رابعا، كونوا رحماء متيقنين أن الفقراء هم إخوة الرب الأصاغر. نمرة 5، تأملنا في كونوا رحماء مترنمين، من يدك يا رب أعطيناك. سادسا، كونوا رحماء بسخاء بل من الأعواز. سابعا، تأملنا في كونوا رحماء في الخفاء. ثامنا، تأملنا في قول معلمنا القديس يهوذا الرسول ارحموا البعض مميزين، ميز وانت بتعطي الرحمة. كونوا رحماء فطوبى للرحماء، أو بركات الرحمة في حياة الرحماء. بركة الأولى يا أحبائي بركة لقاء الرب، لقاء الرب. كل ما فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلته. بركة تانية، إن ربنا يبارك في كل أعمال الرحماء وجميع ما تمتد إليه أيديهم، كما ورد في تثنية 15، أعطي أخيك الفقير ولا يسوء قلبك عندما تعطيه، لأنه بسبب هذا الأمر يباركك الرب إلهك في كل أعمالك وجميع ما تمتد إليه يديك. بركة الثالثة، ربنا يفيض على الرحماء بالخير والبركة، كما ورد في سفر ملاخي النبي، هاتوا جميع العشور وجربوني يقول الرب، إن كنت لأفتح قوى السماوات وأفيض عليكم بركة حتى لا توسع، أي حتى لا يوجد اتساع يتسع له. بركة الرابعة، الرب يبارك نسل الرحماء، كما ورد في مزمور 37، كنت فتى وقد شخت ولم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا، اليوم كله يتراءف ويقرض ونسل للبركة. بركة الخامسة، الرب يبارك حياة الرحماء بل تكمل بركتهم. يشوع بن صراخ يقول ابسط يدك للفقير لكي تكمل بركتك. بركة السادسة، أن الرب ينجي الرحماء في يوم الشر. يقول داود النبي في مزموره 41، طوبى لمن يتفهم ويتعطف في أمر المسكين والفقير، في يوم الشر ينجيه الرب. بركة السابعة، الرب يحفظ الرحماء. طوبى لمن يتفهم في أمر المسكين والفقير، الرب يحفظه. بركة التامنة، الرب يحيي الرحماء. طوبى لمن يتفهم في أمر المسكين والفقير، الرب يحييه. بركة التاسعة، الرب يجعل الرحماء مغبوطين في الأرض. مغبوطين يعني مباركين، فرحانين. قال داود النبي طوبى لمن يتفاهم ويتعطف في أمر المسكين والفقير، الرب يجعله مغبوطا في الأرض. بركة العشرة، الرب لا يسلم الرحماء إلى مرام أعدائهم. هكذا قال داود النبي الرحوم، طوبى لمن يتفهم ويتعطف في أمر المسكين والفقير، الرب لا يسلمه إلى مرام أعدائه. بركة الحادي عشر، الرب يعدد الرحماء وهم على فراش الضعف. هكذا قال داود النبي، طوبى لمن يتفهم ويتعطف في أمر المسكين والفقير، الرب يعدده وهو على فراش الضعف والوجع، إنك مهدت مضجعه كله في مرضه. بركة الاثناشر، أحبائي سعادة الرحماء. داود النبي بيقول في مزمور 112، سعيد هو الرجل الذي يترأف ويقرض. بركة 13، الرحماء يدبرون أمورهم بالحق والعدل.
يقول في نفس المزمور: سعيد هو الرجل الذي يترأف ويقرب، يدبر أموره بالحق والعدل. بركة 14: الرحماء قلبهم ثابت متكلا على الرب أثناء التجربة من البداية للنهاية. يقول داود النبي في نفس المزمور: سعيد هو الرجل الذي يترأف ويقرب، لا يخشى من خبر السوء. بداية التجربة قلبه ثابت متكلا على الرب، قلبه ثابت فلا يخاف حتى يرى بأعدائه. نهاية التجربة. بركة 15: الرحماء يرتفع قرنهم أو رأسهم بالمجد. يقول داود النبي في نفس المزمور: سعيد هو الرجل الذي يترأف ويقرب، يرتفع قرنه بالمجد. بركة 16: أن الرب لا يتخلى عن الرحماء. قال داود النبي في مزمور 37: كنت فتى وقد شخت، ولم أرى صديقا تخلي عنه، ولا ذرية له تلتمس خبزا. لم أرى صديقا تخلي عنه. والصديق وصف داود النبي في نفس المزمور بقوله: يترأف ويقرب. بركة 17: يا أحبائي، أن الرحماء يجدون نعمة وفطنة صالحة في أعين الله والناس. يقول سليمان الحكيم: لا تدع الرحمة والحق يتركانك، تقلدهما على عنقك، اكتبهما على لوح قلبك، فتجد نعمة وفطنة صالحة في أعين الله والناس. بركة 18: يا أحبائي، أن الرحمة والحق يهديان الرحماء ومخترعي الخير. يقول سليمان الحكيم في أمثال 14: أما يضل مخترع الشر، أما الرحمة والحق فيهديان مخترعي الخير. بركة 19: ربنا يستر خطية واسم الرحماء، كما ورد في أمثال 16: بالرحمة والحق يستر الاسم. البركة 20: كما قال سليمان الحكيم في أمثال 20: الرحمة والحق يحفظان الملك. بركة 21: أن الرحمة تسند كرسي الملك. وطبعا الملك مش بس رئيس الجمهورية ولا ملك البلاد، كل مسؤول كبير. يقول سليمان الحكيم مختبرا: الرحمة والحق يحفظان الملك، وكرسيه يسند بالرحمة. بركة 22: يا أحبائي، أن الرحماء يحسنون إلى أنفسهم. يقول سليمان الحكيم: الرجل الرحيم يحسن إلى نفسه. بركة 23: الرب يجازي الرحماء عن معروفهم. يقول سليمان الحكيم: من يرحم الفقير يقرض الرب، وعن معروفه يجازيه. بركة 24: التابع العدل والرحمة يجد حياة وحظا وكرامة، كما ورد في أمثال 21. بركة 25: يا أحبائي، من يصنع رحمة ويرمي خبزه على وجه المياه يجد بعد أيام كثيرة، كما قال سليمان الحكيم: ارمي خبزك على وجه المياه فإنك تجد بعد أيام كثيرة. بركة 26: يا أحبائي، الرب لا يصرف وجهه عن الرحماء. توبيد الصديق قال لابنه توبيا: لا تحول وجهك عن الفقير فيكون أن الله لا يصرف وجهه عنك. بركة 27: يا أحبائي، الرحمة تنجي من الخطية وتطهر كل خطية. توبيد الصديق قال لابنه توبيا: يا ابني كن رحوما حسبما تستطيع، لأن الصدقات تنجي من الخطية. ورئيس الملائكة رافائيل قال لتوبيد الصديق وابنه توبيا: الصدقة تطهر كل خطية. بركة 28: يا أحبائي، خير الرحماء. توبيد الصديق قال لابنه توبيا وهو على فراش الموت، قال له: يا ابني احفظ الناموس والأوامر، وكن محبا للرحمة وصديقا ليكون لك خير. بركة 29: يا أحبائي، أن الرحماء بالأرامل والأيتام هم أبناء الله المحبوبون. يقول يشوع بن صراخ في إصحاح 4: كن أبا لليتامى وبمنزلة رجل لأمهم، فتكون كابن العلي وهو يحبك أكثر مما تحبك أمك. بركة 30: يا أحبائي،
مكانة الرحماء عند الله كخاتم عنده، ويحفظ إحسان الإنسان كحدقة عينه. يقول يشوع بن صراخ في إصحاح 17: صدقة الرجل كخاتم عندي عند ربنا، فيحفظ إحسان الإنسان كحدقة عينه. بركة 31 أحبائي، نصرة الرحماء. يقول يشوع بن صراخ: الأخوة والعون لساعة الضيق، لكن نصرة الرحمة فوق كليهما. بركة 32 أحبائي، نور الرحماء. ربنا بيقول على فم أشعياء النبي في أشعياء 58: أن تكسر للجائع خبزك، وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك، وإذا رأيت عريانا أن تكسوه، وأن لا تتغاضى عن لحمك، حينئذ ينفجر مثل الصبح نورك. بركة 33: صحة الرحماء تنبت سريعا. في نفس الإصحاح نقرأ في أشعياء 58: أن تكسر للجائع خبزك، حينئذ تنبت صحتك سريعا، وينشط الرب عظامك. بركة 34: بر الرحماء يسير أمامه. في نفس الإصحاح يقول إشعياء النبي: أن تكسر للجائع خبزك، وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك، حينئذ يسير برك أمامك. بركة 35: مجد الرب يجمع شمل الرحماء. يقول إشعياء النبي في نفس الإصحاح: أن تكسر للجائع خبزك، حينئذ مجد الرب يجمع شملك. بركة 36، وهي بركة هامة جدا، أن الرب يستجيب لصلاة الرحماء، بل حينما يستغيثون به يقول لهم: ها أنا ذا. يقول أشعياء النبي: أن تكسر للجائع خبزك، وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك، وإذا رأيت عريانا أن تكسوه، وأن لا تتغاضى عن لحمك، حينئذ تدعو فيجيب الرب، تستغيث فيقول: ها أنا ذا. بركة 37: الرب يقود الرحماء على الدوام. في نفس الإصحاح يقول: أن تكسر للجائع خبزك، وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك، يقودك الرب على الدوام. بركة 38: شبع وارتواء وفيض الرحماء. يقول أشعياء النبي في نفس الإصحاح: أن تكسر للجائع خبزك، تدخل المساكين التائهين إلى بيتك، وإذا رأيت عريانا أن تكسوه، أن لا تتغاضى عن لحمك، حينئذ يقودك الرب على الدوام، ويشبع في الجدوب نفسك، فتصير كجنة مروية، وكنبع مياه لا تنقطع مياهه. بركة 39 أحبائي، الرحماء ونعمة البناء والترميم. تلاقي دايماً الرحماء ناجحين في البناء والترميم. يقول أشعياء النبي: أن تكسر للجائع خبزك، وتدخل مساكين التاهين إلى بيتك، حينئذ منك تبنى الخرب القديمة، وتقيم أساسات دور فدور، فيسمونك مرنم الثغرة، ومرجع المسالك للسكنة. مكان كان ساكن وبعدين اتهدم وبقي مسالك، ترجعه انت للسكنة، نعمة البناء والترميم. بركة 40 أحبائي، اطمئنان الرحماء. دانيال النبي قال لنبوخذ نصر الملك: لتكن مشورتي مقبولة لديك، وفارق خطاياك بالبر، وأسامك بالرحمة للمساكين، لعله يطال اطمئنانك لما تفارق أسامك بالرحمة بالمساكين. بركة 41 يا أحبائي، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، قول رب المجد في العز على الجبل. بركة 42، نقاوة الرحماء. رب المجد بيقول في لوقا 11: اعطوا ما عندكم صدقة، هوذا كل شيء يكون نقيا لكم. بركة 43، كمال الرحماء. رب المجد يقول للشاب الغني: إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبيع أملاكك واعطيه للفقراء، فيكون لك كنزا في السماء. بركة 44 أحبائي، الأجر العظيم للرحماء. يقول رب المجد في لوقا 6 في العز على الجبل: احسنوا
واقرضوا وأنتم لا ترجون شيئاً فيكون أجركم عظيماً. بركة الخامسة والأربعون أن الرحماء هم أبناء الله العلي. كمالة الآية رب المجد بيقول احسنوا واقرضوا وأنتم لا ترجون شيئاً فيكون أجركم عظيماً وتكونوا بني العلي. بركة السادسة والأربعون يا أحبائي المعطي المسرور يحبه الرب، كما قال معلمنا القديس بولس الرسول. أما البركة السابعة والأربعون يا أحبائي فهي اكتفاء الرحماء. معلمنا القديس بولس بعد ما قال المعطي المسرور يحبه الرب قال والقادر أن يزيدكم كل نعمة لكي تكونوا ولكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء. نعمة ربنا للرحماء يبقى عندهم كل اكتفاء كل حين في كل شيء. أما البركة الثامنة والأربعون أن الرحماء يزدادون في كل عمل صالح. نفس الآية قال والقادر أن يزيدكم كل نعمة لكي تكونوا ولكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء تزدادون في كل عمل صالح. أما البركة التاسعة والأربعون يا أحبائي أن الرب يكسر بذار الرحماء وينمي غلات برهم، وده اللي بيقوله معلمنا القديس بولس الرسول أيضا في نفس الإصحاح، يقول والذي يعطي بذارا للزارع وخبزا للآكل أو للأكل سوف يقدم ويكسر بذاركم وينمي غلات بركم. يكسر بذاركم يعني يكسر الخير في ايديكم وينمي غلات بركم ثمار بركم. اما البركه الخمسون يا احبائي فان الرحماء يغنيهم الله في كل شيء. بركه الحاديه والخمسين هي شكر الرحماء لله. نتامل اليوم يا احبائي في شكر الرحماء لله على البركات العديدة من بركات الرحمة في حياتهم. احنا البركة اللي بنتأمل فيها النهاردة دي البركة 51، يعني يا أحبائي لو خدنا 51 بركة وتأملنا في كل بركة من البركات دول الرحماء يشكروا ربنا. يعني مثلا البركة الأولى بركة لقاء الرب. أنا نزلت رايح شغلي وقبل ما أروح شغلي عديت على بيت فقير تسكنه أرملة مسنة وأعطيت بركة لهذه الأرملة المسنة. ففيما تعطي هذه البركة للأرملة المسنة فأنت بتلتقي برب المجد نفسه. القصة اللي دايماً بحكيها، زمان كنا في الأقصر سنة 2000 بالضبط 24 سنة. ففي يوم قلت لهم أنا عايز أروح أزور بعض بيوت الفقراء وجهزوا فعلاً حوالي 15-16 بيت. فأحد الأخوة من الأراقنة هناك يعني قلت له فلان تيجي معانا النهاردة، قال لي الحقيقة يا سيدنا عندي مواعيد. قلت له دي كلها ساعة؟ قال لي أصل الحقيقة. وبعدين كمان ربع ساعة كده لقيته إيه مجهز لي ظرف وبيديني ظرف فيه فلوس. قلت له الله، هو أنا بقول لك تيجي معانا عشان الفلوس؟ طب إيه رأيك بقى هتيجي معانا؟ أنا كان في دلة بيني وبينه قوي يعني. هتيجي معانا، مواعيدك الساعة كام؟ قال لي الساعة 6. قلت له خلاص نروح الساعة 4. وجي معانا فعلا. قلت له خلي الظرف معاك، أنت ادي البركة للناس اللي ندخل لهم. أنا بس لأن في دلة بيني وبينه بقول له كده. إنما هو فيما بيعطي الظرف هو بيعطيه لربنا مش ليا. المهم أنا فاكر يوميها زرنا 16 بيت. في نهاية الزيارة قال لي بص السيد الرئيس مبارك كان هنا الأسبوع اللي فات
وأنا كنت مجموعة رحنا وقعدنا معاه، بس أنا ما فرحتش قد ما فرحت النهاردة. قلت له عارف ليه؟ أنت قابلت السيد الرئيس مبارك ودي حاجة جميلة، إنما أنت النهاردة قابلت ربنا 16 مرة مش مرة واحدة. مسك إيدي وشدها كده قال لي قبل ما تيجي كل مرة تقول لي قبليها علشان أرتب أموري، لأن الفرحة والبركة اللي أنا حسيت بيها النهاردة لا توصف. ده يشكر ربنا إزاي بقى؟ وده شكر الرحماء لله على البركات العديدة اللي هم بيشعروا بيها من خلال أعمال رحمتهم. فدي البركة الأولى. أنا هعدي بقى البركات وهوصل للبركات اللي بس ذكرت في كورنثوس الثانية إصحاح 9 في نفس الإصحاح ده. فلما معلمنا القديس بولس الرسول يقول المعطي المسرور يحبه الله، أنا لما أشعر أن ربنا بيحبني مش هبقى فرحان؟ لما أشعر أن ربنا بيحبني مش هبقى فرحان؟ مش دي بركة؟ مش هشكر ربنا عليها؟ هشكر ربنا جدا أن ربنا بيحبني وشاعر بمحبته. فالمعطي المسرور يحبه الله، أنا أعطي بسرور، أشعر بمحبة ربنا، أشكر ربنا. طيب لما يقول معلمنا القديس بولس الرسول في نفس الإصحاح ده لأن المعطي المسرور يحبه الله والله قادر أن يزيدكم كل نعمة، يعني كل ما أعطي بسرور ربنا يزيدني، مش نعمة، كل نعمة يزيدني، كل نعمة، نعمة الفهم، نعمة النجاح إلى آخره، يزيدني كل نعمة. مش أشكر ربنا؟ الله، لما ألاقي إنه كل شوية بزداد في كل نعمة ما لازم أشكر ربنا. أعطي بسرور ربنا يزيدني كل نعمة، أشكر ربنا. كل ما تعطي بسرور ربنا يزيدك في كل عمل صالح كما وكيفا. مش هتشكر ربنا على كده؟ تعطي بسرور ربنا يزيدك في كل عمل صالح، فأنت تشكر ربنا، وده شكر الرحماء لله. ولما يجي معلمنا القديس بولس الرسول في نفس الإصحاح يقول لأن المعطي المسرور يحبه الله، والذي يقدم بذارا للذارع وخبزا للأكل سيقدم ويكسر بذاركم أيها الرحماء، يعني هيزود الخير في إيديكم. تعطي بسرور فتبص تلاقي الخير نازل عليك لا ليه أول ولا آخر. مش هتشكر ربنا؟ قطعا هتشكر ربنا على الخير اللي نازل عليك. تعطي بسرور فربنا يملأ ايديك بالخير فتشكر ربنا ان ربنا ملأ ايديك بالخير. ويجي معلمنا القديس بولس الرسول نمرة 7 في البركات في الإصحاح ده يقول ايه؟ لأن المعطي المسرور يحبه الله، مستغنيين في كل شيء. لما ربنا يغنيك روحيا ويغنيك اجتماعيا وأدبيا ويغنيك نفسيا ويغنيك في نسلك ويغنيك في مالك، مش هتشكر ربنا لما يغنيك في كل شيء؟ إذن يا أحبائي، من هنا قال معلمنا القديس بولس الرسول مستغنيين في كل شيء لكل سخاء ينشئ بنا شكرا لله. كل البركات اللي عدت دي، 7 بركات اللي قلناها اللي وردت في كورنثوس الثانية صح 9، كل ما الإنسان يعيشها يشكر ربنا. عشان كده أجمل القول معلمنا القديس بولس وقال إيه؟ فشكرا لله على عطيته
التي لا يعبر عنها. بس اللي ورد في إصحاح كورنثوس الثانية إصحاح 9 ده إنه يحبه الرب يزيدك كل نعمة، يعطيك الاكتفاء، يزيدك في كل عمل صالح، يكسر بذارك والخير في إيديك، يكسر غلات برك ثمار الروح، يغنيك في كل شيء. دي اللي أجملها معلمنا القديس بولس وقال: فشكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها، فشكرا لله على عطياتي التي لا يعبر عنها. شكر الرحماء لله. إلى اللقاء يا أحبائي في الحلقة القادمة، نبدأ تأملنا في أمثلة جميلة عن شكر الرحماء لله. لإلهنا كل مجد وإكرام من الآن إلى الأبد.